تستمر الأجواء الاحتفالية في مهرجان العالم عالمين الذي بدأ منذ 13 من هذا الشهر ويستمر حتى شهر أكتوبر. بدأ التحضير للحفل الأول في هذا المهرجان منذ عدة أسابيع، حيث تم تجهيز المسرح وإعداد الأنظمة الصوتية والإضاءة، كما تزينت المنطقة المحيطة بالمسرح بالعديد من الأعلام واللافتات، كما امتلأت بالذين حرصوا على الحضور قبل بدء الحفل بساعات. صراحة العالمين مختلفة كفاية، البحر طبعا على الساحل ومدينة جميلة جدا، أول مرة أجيها على فكرة ورائعة صراحة، مستوى متقدم بقى، تحس إن أنت في حتة من حتت بره أو دول الخليج يعني، فبصراحة حاجة مشرفة جدا لمصر صراحة ما شاء الله يعني. أعرب العديد عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الحفلات ويرون أنها فرصة جيدة للاستمتاع بموسيقى الفنانين المفضلين لديهم. كل شوية هو بيجدد فيها، بيحاول يطور فيها، مهتم بيها جدا كمدينة، يعتبر هتبقى من أحسن المدن على مستوى العالم يعني. لا بصراحة منظمة جدا 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 يعني، يعني حلوة، التنظيم حلو، التأمين حلو كويس قوي يعني، ما فيش الهرجلة ولا بقى الزحمة والتكدس اللي بيحصل ده. كما أعرب العديد من الضيوف العرب عن حماسهم لهذا الحفل وغيره من الحفلات، حيث يرون أنه فرصة جيدة لاكتشاف الثقافة المصرية. لواء العالمين صراحة أنا أول مرة أجي العالمين، فوجئت بالنهضة والعمران والتطور، يعني حاجة أول مرة يعني بالتنظيم والنظافة، وأيضا الحفلة ما شاء الله الحضور شايف حضور ضخم وجموع غفيرة زي ما أنتم شايفين الناس داخلين، وأنا لسه بكتشف الآن، حتى الآن لسه كل يوم أزداد يعني اندهاش. جو بسم الله ما شاء الله، احنا في البداية ما مفكرين الجو بيصير نفس الأجواء، لكن بسم الله ما شاء الله الأجواء عندكم رائعة رائعة رائعة، يعني الأبراج والفندق الماسة يعني جاي خرافي يعني، نتمنى من كل البلاد يزوروا مصر. يعد مهرجان العالمين حدثا ثقافيا كبيرا يعكس التطور الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، كما يعد فرصة جيدة للمصريين والعرب والأجانب للتعرف على الثقافة المصرية ولقضاء وقت ممتع. حرص هؤلاء على حضور أول حفل في مهرجان العالمين، أتوا قبل الحفل بساعات واصطفوا في هذه الصفوف ليؤكدوا على أن العالمين وجهة سياحية مميزة ليس فقط للمصريين ولكن لضيوفهم من كل أنحاء العالم. من العالمين محمد جمال، النيل.